إذن الإيثيريوم توقع معاهدة صداقة مع البيئة في استهلاك الطاقة، نظام جديد وهو الـ POS الذي تعود به الإيثيريوم وتبعد عنها الانتقادات وعن كثير من المنتقدين في سوق العملات المشفرة. نتابع التفاصيل من خلال هذا النظام الذي هو التحول من نظام إثبات العمل المعروف بـ POW إلى نظام الـ POS أو Proof of Stake الذي سوف تنتهجه وسيصبح هو النظام الذي تعمل من خلاله عملة إيثيريوم المشفرة. ومن المقرر أن يطلق هذا النظام ويفعل في 15 من سبتمبر المقبل. هذا النظام وبداية التجربة كانت في ديسمبر من عام 2020. ما هي فكرة هذا النظام؟ هذا النظام يعني هو يختلف بشكل كبير عن التعدين التقليدي الذي يحتاج إلى أجهزة حواسب كبيرة وضخمة تقوم بحل معادلات رياضية معقدة وخوارزميات معقدة على مختلف دول العالم من خلال أماكن كبيرة للتعدين ومناجم يتواجد فيها المعدنون. يختلف هذا النظام من خلال اختيار بعض المحققين في العمليات التي يتم أو التي تتم عبر النظام، ويتم تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير جدا من خلال النظام الجديد. هذا النظام تم من خلال دمج النظام الأساسي الذي هو نظام إثبات العمل مع منصة بيكون تشين ليصبح النظام هو نظام إثبات الحصة أو البروف أوف ستيك الذي ستنتهجه سوق أو العملات المشفرة، تحديدا إيثيريوم في العملات المشفرة. أبرز المشاكل التي كانت تواجه العملات المشفرة هو الاستهلاك الكثيف للغاية للطاقة بسبب الحواسيب الضخمة التي تستخدم في عمليات التعدين. المعدل للاستخدام الحالي من الكهرباء يصل إلى 300 تيراوات ساعة سنويا، وهذا الأمر يعني يفوق استهلاك كثير من الدول كبيرة في العالم. البصمة الكربونية وهو الكربون الناتج أو ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تعدين بيتكوين فقط يصل إلى 114 مليون طن سنوياً نتيجة طبعا استخدام الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري. هذا يعادل تقريبا إطلاق 380 ألف صاروخ فضائي، ويعادل البصمة الكربونية لدولة مثل تشيك مثلا فيما يتعلق بالبصمة الكربونية. وهناك اتفاقيات كبيرة واتفاقية المناخ في باريس التي تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير. أيضا التحول إلى نظام الـ POS أو إثبات الحصة سوف يوفر نحو 99% من الطاقة المستخدمة في تعدين العملات المشفرة. كما أن هذا النظام يضيف العديد من المزايا فيما يتعلق بسرعة المعاملات، كذلك أيضا كفاءة هذه المعاملات والتحقق منها والأمان، إضافة أيضا إلى العمولات الناتجة عن هذه المعاملات هي أقل، وبالتالي المستثمرون سوف يكونوا أكثر ربحا نظرا لأنه المعاملات سوف أو تكلفة المعاملات سوف تقل من خلال هذا النظام. أداء العملات المشفرة منذ الوصول إلى قاع يونيو الماضي شهدنا تراجعات قوية للعملات المشفرة خلال يونيو أو في يونيو الماضي تحديدا، وذلك نتيجة انتشار المخاوف في مختلف الأسواق، وهي بطبيعة الحال دفعت كثير من المستثمرين للتخارج من الأسواق عالية المخاطرة وعلى رأسها طبعا سوق العملات المشفرة، وبالتالي كان هناك تخرجات كبيرة. في يونيو كنا شاهدنا تراجعات قوية لبيتكوين بشكل حاد، وكذلك أيضا للإيثيريوم، ولكن منذ هذه التراجعات فإن بيتكوين صعدت نحو 31%، أما الإيثيريوم فإن مكاسبها تجاوزت 100% منذ قاع يونيو الماضي الذي وصلت فيه إلى حوالي 890 دولار. القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة تتجاوز التريليون دولار حاليا، وتستأثر بيتكوين ب 436 مليار دولار، أما إيثيريوم فإنها تستحوذ على 222 مليار دولار. إذن الإيثيريوم تضع سوق العملات المشفرة على طريق صداقة البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الكهرباء بشكل أقل.